اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معنا النهاردة أشيك أنتريات وركنات من معارض إسلام صبحي. معرض إسلام صبحي من أحلى المعارض اللي بتعمل موبيليا وبتعملها على حسب المساحة. هنا هتفرج على فيلا فرشينها بالكامل، أنتريهات وركنات وسفرة صالون غرف نوم. بس في الفيديو ده أنا هحط الأنتريهات والركنات بس. هنشوف أكتر من 6 موديلات مختلفة بألوان مختلفة. ده أول أنتري معانا باللون الزيتي واللون الأبيض الخشب. طلع الأبيض الخشب مدة 2025. شوف الخدات برضو باللون الأبيض عشان تفتح لون الأنتري شوية. والمكتبة برضو اتعملت باللون الأبيض، طلع موضة المكتبات الخشب مع تشيل جيبسون بورد موضة. ده أول أنتري معانا. تعالوا نشوف الأنتري التاني، درجات اللون الرمادي في اللون الكافيهات، طلع موضة برضو معانا الرمادي، وطلع كمان درجات البترولي ودرجات البيبي بلو، طلع موضة السنة دي. اللون الكافيه واللون البيجات بتمشي مع اي لون. ده معمول كابوتيني شيك قوي. ده ستايل غير الاولاني خالص. كل موديل هتشوفوه النهاردة غير التاني بألوان مختلفة بتصميم مختلف. موضة حلوة قوي طلع السنة دي. كل ترابيزة معمولة هنا جولد. شيك جدا الانتري ده، ممكن نستبدله مكان الصالون، مش لازم صالون، ممكن نختار انتري زي دون. اي في ناس خلاص ما عادتش بتفضل الصالونات، بس هو في الدور اللي تحت فرش صالون وسفرة حلوين جدا برضو. دي جزامة معمولة في الدور التاني، شكلها شيك قوي شبه البوفيه. تعالوا نشوف بقية الانتريهات والركنة. دي الركنة الأورنج اللي هنشوفها دلوقتي. الركنة طبعا نقدر نعملها على حسب المساحة. طبعا تحت ما شاء الله المساحة كبيرة، فعملها مساحتها كبيرة. نقدر نعملها 2 متر 3 متر، ممكن متر متر ونص على حسب. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناة وفعلوا الجرس. دي المكتبة بتاعت التلفزيون. ايه لون المكتبة والترابيزة الانتري والرجلين بتاعت الانتري لون واحد. تعالوا بقى نشوف الركنة الاورنج. هنا الركنة معمولة على حرف اليو عشان خاطر المساحة كبيرة. في طبعا ممكن نعملها على حرف ال، حرف ال بيبقى مساحتها صغيرة، ممكن 2 في 3 او متر في متر ونص، 2 في متر ونص على حسب المساحة. دي هنا اخدة دوران كله حرف اليو، معمولة باللون الأورنج، والترابيزة معمولة باللون الجولد، معمولة برضو مكتبة التلفزيون باللون الجولد، نفس لون الترابيزات ولون الترابيزة. دي ترابيزة التقديم برضو باللون الجولد.
الركن شيك جدا طبعا. تقدري تغيري اللون، يعني تاخدي الموديل وتغيري اللون اللي انت عايزاه. هسيبكم تتفرجوا على الركنة بتاعت النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، اكتبولنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتكم، ايه اكتر انتريه والركنة.